تونس ترأست الشبكة العربية لهيئات الاتصالات من سنة 2019 إلى سنة 2021، ثم سلمنا العهدة إلى هيئة الضبط الجزائرية. من المفروض أنه تسلم العهدة في شهر ماي 2021، لكن نظرا للظروف الصحية التي كانت طارئة في ذلك الوقت سلمناها فهمتي افتراضيا تلك العهدة، واليوم فهمتي أتممنا تلك العملية بتسليمهم الدرع وفهمتي تقديم الجزائر كرئيس للشبكة العربية لهيئات الاتصالات لهذه الفترة. وكذلك نحاول من خلال الشبكة أننا نوحد الآراء والتوجهات العربية فهمتي تجاه الهياكل الإقليمية أو الهياكل فهمتي الدولية المتعلقة بالاتصالات.